كيكون حاضر معنا دكتور عماد ميزاب، مختص في صيدلي ومختص في التداوي بالاعشاب. واليوم غادي نتكلموا على بوز اللوم اللي كيعنيونو بزاف ديال الاشخاص منكم، وغادي نتكلموا ايضا على الوصفات الشائعه للعلاج ديال بوز اللوم، شنو اللي فيها صح وشنو اللي فيها خطا، واش فعلا كيتعالج فقط بهذه الوصفات الطبيعيه او لا. ملي كنتكلموا على بوز اللوم فاحنا خصنا نتكلموا على استشاره طبيه، على ادويه، وايضا ربما جراحه. فاذا مرحبا بكم للتواصل على 05 22 77 24 24، وكل واحد منكم بغيتو يحكي لنا على التجربه ديالو مع بوز اللوم، كيفاش عالجوا او شنو هي الوصفات اللي دار، واش هذا الشيء اثر عليه بشكل سلبي او لا ربما كانت نتائج ايجابيه. مرحبا بك دكتور عماد. ملي كنتكلموا على بوز اللوم واش حنا كنتكلموا ايضا على عرق النسا، واش كنتكلموا ايضا على سياتيك، واش هما مرض واحد؟ اكيد اكيد، فهو نفس المرض اللي عنده تسميات مختلفه، وهذا هو اللي كيعطينا يعني اللي كيعاني منه بزاف ديال الاخوان والاخوات. عرق النسا علاش؟ واش حيت هو تيجي النسا اكثر ما كيجي للرجال دكتور عماد؟ هو فقط لانه هو في يعني في الاحصائيات ديال هذا المرض هذا، انك النساء كيتصابوا به اكثر، لان امراه على 10 ديال النساء كتصاب فيه بالعالم مع الاسف. علاش؟ بحكم التركيبه الهرمونيه اللي كتكون ديال يعني ديال المراه، بحكم كذلك يعني البنيه ديال المراه اللي كتكون او اللي كتمر بمراحل في الحياه اللي كيكونوا تغييرات هرمونيه، تغييرات في الحياه ديالها. وهذا الشيء علاش كيكون هذا المشكل هذا ديال عرق النساء بزاف، وكيسميوه بعرق النساء يعني هذا الاسم هذا كثير. نعم، ملي كنتكلموا على بوز اللوم فاحنا كنتكلموا على واحد الالم اللي صعيب، وهذا الالم اللي كيبدا تقريبا من اسفل الظهر حتى القدم. نعم. يعني غالبا هذا هو الالم اللي تيكون في الرجل في وحده غالبا او لا في زوج ديال الرجل على حسب الحاله ديال كل شخص دكتور عماد. نعم، فهو اكيد كيكون واحد التشخيص ديال هذا المرض. علاش؟ لان منين كيكون عندنا واحد الحريق كيمشي من الوسط ديال الظهر ديالنا وكيمشي حتى للرجل حتى للقدم في بعض الحالات. أيه. وهذا الحريق هذا اللي كيكون بهذه الصفه هذه، لان الم الظهر اللي كيكون مثلا من الفوق ديال الراس ديالنا حتى لتحت ديال القدم، ففي بعض الحالات ما كيكونش هو بوز اللوم. غير بوز اللوم معروف عند الناس بزاف انه كيمشي من الوسط ديال الظهر، وخاصه كيتمركز في الرجل من اللور، يعني في الورك اللوراني اللي تحت، يعني في اسفل الظهر، وكيمشي حتى للقدم، وكيعطي واحد الحريق اللي ما كيمكنش الانسان يستحمله. طيب شنو هي الاسباب اللي كتعطينا بوز اللوم دكتور عماد؟ واش كاينه اسباب موضعيه يعني اللي في الجسم او لا ما كاينش سبب وراثي مثلا؟ فبوز اللوم هو من كنقولوا حنايا من الاعراض الجانبيه ديال كيفاش كنحافظوا على الصحه ديالنا. شنو هو؟ ان كنعرفوا الصحه ديالنا، خاصه العمود الفقري، خاصه الاعصاب ديالنا، خاصه كما كنقولوا العضلات ديالنا، فهذو كلهم مرتبطين بهذه المساله هذه. مثلا كتلقى الانسان في الصغر ديالو كيكون ما كيحسش بالحريق، كيهز مثلا بعض الاشياء اللي كتكون ثقيله بزاف بطريقه عشوائيه. في بعض الحالات مثلا كتلقى ناس بحكم العمل ديالهم، الله يعاون الجميع، كد العمل انه كيشتغل في واحد المناطق في بلايص اللي فيهم يا البروده بزاف يا السخونيه بزاف. هكذاك فهمتي؟ بحال الناس اللي كيشتغلوا في البحر، الناس اللي كيشتغلوا مثلا في دوك لي فريغو اللي كيكونوا كيديروا التصبير، وكذلك الناس اللي كيكونوا كيشتغلوا في المناطق اللي كتكون سخونه، مثلا الحمامات. الناس اللي كيكونوا في الحمامات كيشتغلوا هذه، حتى هما الا كانوا كيشتغلوا في الظروف ديال درجه الحراره مرتفعه. فدائما كنقولوا حنا لي زيكستريم، يعني الحدود او الاقصى، او كنقولوا حنايا الدرجات القصوى من كل حاجه، سواء البروده او الدرجات المنخفضه جدا اللي هي البروده، والدرجات القصوى اللي هي درجه الحراره المرتفعه. شنو كيوقع؟ ان الجهاز العصبي ديالنا حتى هو كيتقاس، منهم العضلات، منهم بزاف ديال الامور. كذلك ندخلوا في نطاق التغذيه السليمه، لان الا ما عندناش الكالسيوم ما عندناش الفيتامين دي، ما عندناش المغنيسيوم، ما عندناش الزنك، ما عندناش التغذيه المتوازنه حتى هي كيمكن تاثرنا
على هذا المشكل لأن العضلات اللي كتكون كتضرب العمود الفقري أو العضلات اللي كتكون عندنا على المستوى ديال الورك ديالنا حتى هما ما كيكونوش عندهم داك التماسك ديالهم واستعمال بعض الأدوية مثلا الناس اللي كتكون عندهم واحد الاستعمال طويل للكورتيكويد أو مادة الكورتيزون وهذا شنو كيدير ان كيف الكالسيوم كيتفقد من الذات وكيعطي بعض المضاعفات في هذه المساله هذه فهنا خصنا نردوا البال وكاين العامل الوراثي اذا العامل الوراثي حتى هو من العوامل اللي كتاثر مباشره على هذا المشكل ديال بوزلوم اللي كتلقى وهذه دراسات ان 30% ديال الناس اللي كانوا تصابوا ببوزلوم كنلقاهم انهم كيتوارثوا على مستوى العائلات مثلا كتلقى عند الجد وكيبان عند الاب وكيبان عند الابن او الابنه وهي او فهمتي دونك هكا هادو هما زعما الاسباب الرئيسيه في ظهور هاد المرض هذا. بعض الاخوات الدكتور عماد كيسولوا في صفحه البرنامج واش العصب والتوتر والقلق ممكن انه يزيد من حده الالام ديال بوزلوم لانه بزاف الاخوات كيقول لك ملي كنتعصبوا ملي كنعيشوا فترات اللي صعيبه كنحسوا بهذا الالم اكثر. كنتكلم على النساء هذا سؤال اللي طرحوه بزاف ديال النساء. نعم فالتشنج الانسان ملي كيتعصب كلشي كيتزير فينا كلشي درجه ان الانسان ملي كيتعصب حتى التنفس ما كيقدرش باقي يتنفس مزيان حتى في بعض الحالات ما يقدرش يسرط حتى الماء ما كيبقاش كيدوز فهذا دليل على ان من الانسان كيتعصب كيدير واحد التشنج للذات اللي كتوقع اذا لو وقع التشنج هذا هذوك الاعصاب اللي كيكونوا خفاف او كيكونوا ضعيفين لان كيكونوا كيقاوموا هذا المشكل هذا ديال بوزلوم فاش كيكون فلما الانسان كيتعصب كيزيدوا يتجروا هاد الاعصاب هادو كيزيدوا يعطيونا مشاكل وكيعطيونا حرق خاصه بالنسبه للناس اللي كيبداهم بوزلوم نتيجه كنقولوا حنايا ان الفقرات ما كتبقاش مشاده البلاصه ديالها كتكون محركه واحد شويه ولا الفقرات كيكونوا ديال يعني الفقرات ديال العمود الفقري كيكونوا حتى هما يا اما مش كاين واحد التشوه بسيط فيهم ولا ما كيكونوش طايحين في المكان ديالهم كما هو فهذا الانسان اذا تعصب كيزيد ياثر عليه هذه المساله هذه. طيب دكتور عماد غادي ناخذ السؤال ديال حسنه معنا من الدار البيضاء. حسنه السلام عليكم. عليكم السلام اختي كديره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك تفضلي حسنه. الدكتور عماد الحمد لله اختي ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. شكرا بزاف على هذه الاستفاده اللي كنستافدوا معاكم والنصائح اللي كتعطيونا. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. الله يجزيك بخير. انا عندي 29 سنه وكنا نعاني من التهاب المفاصل. وعندي طبيب ديالي قال لي عندك واحد الرجل اليسريه القروش بدا كيتكال في الركبه. وهذا الالم كامل انا دابا ملي كيبرد الحال ديما التغزاز ديما الماكله في الاعضاء ديالي في يديا وفي رجليا ولا كيتفكوا لي يدي بزاف كيتفكوا لي رجلي بزاف. وهذا المشكل ديال بوزلوم مؤخرا وليت كنحس به من الرجل الفوق المفصل ديالي الفوق حتى لتحت. ايه واخا والطبيب عطاك شي دواء ولا ما عطاكش الدواء؟ كيعطيني تريتمون ولكن ديك المهم كيتحيد عليا داك التغزاز داك مثلا الطريق ما كنقدرش نمشي بزاف ما كنقدرش نبقى واقفه بزاف ولكن غير كنحيد تريتمون يعني هذيك المده ديال 3 شهور كيرجع لي نفس الالام. نعم والطبيب ما اقترحش عليك مثلا شنو شي تدخل طبي شي عمليه ولا شي حاجه ما قال لك حتى شي حاجه؟ لحد الساعة كيقول لي عندك حتى نقص داك الزيت اللي كيكون عندنا في المفاصل. اييه عندي النقص ديالو وعرفتي شحال وانا باغي نهضر معك والله القسم زعما كنتعذب وعندي وليداتي الصغار ما بقيتش قادة على زعما راك عارف المسؤولية ديال الدراري الصغار خصك تمشي للمدرسة خصك تجي ما بقيتش قادة على الزيت. فهمت واخا هاد الآلام وهاد الحريق هذا كيخص كما قلنا خصها تكون واحد التغذية متوازنة ولكن كاين مع الوقت هاد الزيت اللي كيكون في المفاصل ديالنا فكاين بعض الناس اللي كيتنقص لهم مع المده يعني داك الشيء خليقه يعني كل واحد والداس ديالو فالمساعده ان شاء الله في الاخر ديال الحلقه غادي نعطي وصفه للاكل اللي غادي تعاوننا باش تعطينا الفيتامين دي وتعطينا واحد التقويه للعضلات اللي كتكون كتحيط لنا بهاد المنطقه والعصب وغادي نعطي وصفه للدهن للمساعده ومازال كناكد للمساعده وضروري دائما المرافقه الطبيه لان هاد المساله ديال المفاصل وهاد المساله ديال الحريق وهاد المساله ديال العمود الفقري كيخصها واحد المراقبه عن قرب كيخصها واحد المرافقه عن قرب مع الطبيب ديالنا لانها منطقه حساسه بزاف وكيخصنا نبقاو دائما محافظين عليها لانها هي الحركيه ديالنا الا ما بقيناش متبعين مع طبيبنا وكيتبع معنا الحاله وهملناها
لا قدر الله يمكن تعطينا واحد المضاعفات وان شاء الله خليك في الاستماع وانا غادي نعطيكم هذا الوصف. دكتور عماد سمح لي الله يجازيك بخير. مرحبا كنسمعك اختي. بالنسبه عندي واحد المشكل كيبردوا لي الجهه ما كيسخنوش، واش من هذا نفس المشكل ديال المفاصل ولا شي مشكل اخر؟ لا غتقدر تكون عندك الدوره الدمويه حيت هادشي كلشي مشكل مرتبط مع بعضياته، لان اصلا داك الحريق اللي كيجيك من هذه المساله ديال الدوره الدمويه كتكون حتى هي ثقيله، فحتى هي كتزاد على هذا المشكل هذا ديال المفاصل، وهي اللي كتعطيك هذا الحريق. اذا بالنسبه للدوره الدمويه نقدر نعطي وصفه، لان الوصفه اللي هضرت عليهم هما غيكونوا وصفات المشاكل ديال البروده، المشاكل ديال بوزل، وهاد الوصفه اللي غنعطيوها هي الدوره الدمويه لتحسين الدوره الدمويه. فغادي ناخذوا نص معلقه صغيره ديال الكركدي ومعلقه صغيره ديال الزعتر، نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، كنصفيه وكنشربوه نص ساعه بعد الغداء، بعد وجبه الغداء. كنداوموا على الوصفه هذه مده ديال 3 أشهر، فهي كتعاوننا في تحسين الدورة الدموية، ولكن ضروري شرب الماء. الماء 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 ما خصناش نقطعوه، وعلى الأقل كناخذوا 2 لترو ديال الماء في اليوم، وإن شاء الله الأمور تكون بخير إن شاء الله. حسن الله يجيب الشفاء. مريم معنا مدينة مراكش. أنا فرحانة اليوم أدويت معكم أنت والأخ عماد. مرحبا لالا. الله يخليك. بغيت غير نسول، أنا حاملة في الشهر الثامن ودابا شهرين بدا عندي هذا المشكل، ما عرفتش واش عنده علاقة بالحمالة والثقل حيت زادت شوية في الوزن. ولا صافي غيولي عندي هذا المشكل، غنعاني منه حتى أبخي الولادة، ما عرفتش واش خصني ندير. فاش هضرت مع الجينيكو ديالي قال لي ما نقدر دابا نعطيك حتى شي حاجة، ما تقدريش تشوفي الطبيب حتى تولدي ونشوفوا هذا المشكل. نعم. وانا بزاف تسيدات الحوامل وانا فريمون كنتعذب بزاف، ما بقيتش كنقدر لا نسوق لا نتمشى لا نجلس، لا خاصني نبقى متكيه. نعم. فبعدا الله يفكك على خير اختي. امين اخويا بارك الله فيك. جميع المحاولات ان شاء الله بخير وعلى خير. مساله اخرى غير بغيت نقول لك، واش هذا الحريق بداك حتى حملتي؟ بداني غير دابا شهرين، ملي دخلت السادس بداني. اييه، واخا كنتي كديري شي كاين واحد السرا ولا كيكونوا خاصين، ولا كتكون واحد السمطه خاصه باش كتهز البطن، واش كنتي كتستعملي هاد السمطه ولا ما كنتيش كتستعمليها؟ لا عمرني استعملت، حتى في حمالتي الاولى عندي بنتي عندها 5 سنين دابا ما كنتش كنعاني من هاد الشيء، ما عمرو كان جاني وما عمرني استعملت شي سمطه ولا شي حاجه. ايوا تبارك الله، راه الحماله الاولى ماشي هي الحماله الثانيه، فالناس كيعرفوا هاد المساله هادي. الله يخلي لك البنيته والله يجيب ان شاء الله المولود على خير يا ربي. المسألة اللي غادي ننصحك بها، لان فعلا ان الطبيب المساله اللي قال لك انه مع الحمل ما يقدر يعطيك والو، لان مضادات الالتهاب غير منصوح بها عند الحوامل. فالوصفه اللي يمكن نساعدك بها انك تاخذي 3 معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، وغادي تاخذي معلقه كبيره ديال الزعتره، لوطان الزعتره ماشي الزعتر، معلقه كبيره ديال زيت الزعتره عفوا، دونك معلقه كبيره ديال زيت الزعتره وثلاثه المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، غتخلطيهم وغادي تولي كدهني بهم في البلايص اللي كيكون عندك فيهم الحريق، مثلا من الوسط ديال الظهر حتى الاسفل القدم ديالك بواحد المساج في الليل، وتباتي بهذا الخليط هذا، غديريها يوميا، لان الزعتره فيها واحد الماده سميتها التيمول، التيمول هذا كيعاون على ايش؟ على الارتخاء ديال العصب وديال العضلات، لان حتى العضلات الى ارتاحوا وترخوا ما كيبقاش عندنا داك الحريق بزاف. غير هو بغى نسولك، ولكن واش الطبيب اللي قال لك هذا راه سياتيك زعما بوز اللوم، ولا غير انت زعما استنتجتيها بحكم داك الالم اللي كيجيك؟ هو الطبيب قال لي انا حيت مازال ما شفتوش، انا الطبيب ديالي كان في كازا وانا ساكنه في مراكش ودابا مع هو غير افترض، هو غير افترض يعني دار غير افتراض، ولكن انا فاش قلبت وفاش قريت وداك الشيء لقيت ان هذا الشيء اللي فيا هو ديال عافاك اختي. مزيان كتسولي، فانا كنشكرك بعدا على هذه البادره اللي درتي، وما عمرنا كنمشيو كنقراو في الانترنت وكنقراو الاعراض، ما يمكنش، لهذا ما غاديش يبقى يعني حتى الطبيب ما غيبقى كيدير والو، لا، فالطبيب الدور ديالو التشخيص. اذا الحاله ديالك حيت هو ملي غادي يدير التشخيص الطبيب كيشوف او الطبيبه عنده الاعراض، كيعرف هو الاعراض، وكل شخص دوك الاعراض خصهم يشوفهم، يعني يلمسهم ويشوفهم ويشوف التركيبه يعني ديال الانسان، كيعطي مجموعه تحاليل، فعلى هاد الشيء الطبيب كيبني المرض وشنو هو المرض. حيت هاد الحريق هذا اللي كيجي ديال السياتيك راه اش نقول لك، راه عديد من الامراض التي لا تعد ولا تحصى اللي كيعطيونا بحال الحريق ديال السياتيك، وكذلك عندنا العديد ديال الامور اللي كتكون بسيطه ومثلا عندها علاقه بالحمل مثلا،
واللي كتعطينا هاد الاعراض هادي ان الانسان كيحس براسو بحال راه فيه السياتيك. فهمتيني اختي؟ هاد المساله انا غير قلتها لك باش نوضحها لك ونوضحها لكاع الاخوان والاخوات اللي كيسمعوا لينا، ان دائما التشخيص ما عمرنا كنمشيو كنقراو في الانترنت وكنطبقوا داكشي على الداس ديالنا، لان هادي مساله مغلوطه. وفي بعض الحالات كنقدروا نديروا واحد التشخيص اللي هو مغلوط، بحال دابا كاين تشخيصات اللي الانسان كيمشي يديرهم من الانترنت وكيولي مهول، كيولي مخلوع، كيولي كيدخل في واحد الحاله نفسيه خايبه ويقدر يعيش فيها مدة طويلة، وفي الأخير كيصدق هذا المشكل هذا راه هو اللي هو مشكل بسيط. فالله يفكك على خير أختي. ومسألة أخرى، أنك تسني حتى تشوفي الطبيب ديالك، استعملي الوصفة اللي عطيتك وتسني حتى تشوفي إن شاء الله الطبيب ديالك والأمور غادي تكون بخير إن شاء الله. شكرا لك مريم. غادي نوصلوا معكم وناخدوا توريا من قلعة صراغنة، وعندها سؤال ماشي في الموضوع ديالنا. توريا تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بك لالا، بغيت نهضر مع الدكتور الله يجازيك بخير. مرحبا. مرحبا اختي، انا معك في الاستماع. خويا عماد، انا يديا بحال مشات لي حاسه اللمس من يديا، ما بقيتش كنحس بصباعي. اييه اها واخا. هادشي وقع لي منين كنت حامله وبقى فيا دابا ولي راه عنده 3 سنين. وشتي شي طبيب على هذا المشكل؟ لا مازال، بغيت غير نشاور معاك زعما اش من طبيب عاد من نمشي ومن زعما تيكون هادشي. غير كيفاش اللمس؟ انك دابا يديك ما بقيتيش كتحسي بالاطراف ديال اليد ديالك. ما تيصاديوني، ما تيحرقوني، ما حتى شي حاجه. ودابا بحال كميسان نكون هزه شي حاجه واخا تقدر تملص ليا ما نحسش بها. سؤالي، ولا قستي شي حاجه سخونه كتحسي بها؟ نحس سخون، نحس بالبارد، ومنين كنعس كاين كيرقدوا عليا بحال تيوليو يتنملوا كنكون ناعسه. فانا كاين جوج. قول لي اشمن يد عندك في هذا المشكل هذا؟ يديك بجوج؟ كانوا بجوج، ودابا اليسريه شويه باقا عندي اليمنيه. اليمنية ما كيجيكش شي حرق في الجهه ديال القلب وفي الظهر ديالك؟ ظهري شويه، هاد الوقيته ديال الحالات تيكون ظهري شويه، ولكن لا بحال ملي كتكوني جالسه شي مرات كتحسي بحال شي موس مثلا تخشلك في الظهر ديالك اللور الفوق، يعني جهه القلب مورا القلب. لا لا الحمد لله. ولا مثلا كطلعي في شي دريجات ولا شي حاجه وكتجيك واحد السخفه كبيره ما كتقدريش كنولي نسخف. صافي كانت تحبس فيا النفس، كنولي نسخف. فشوف هنا غنصحك انك تشوفي طبيب مختص في العظام، غير هو الطبيب ديال القلب غادي يكون احسن في الاول، ولكن غتمشي عند الطبيب ديال العظام ياك والمفاصل. هو غيشوف معاك هذه الحاله ديال اللمس وهو غادي يوجهك للبلاصه اللي غادي تمشي ليها ان شاء الله. صافي، مختص في العظام والمفاصل. صافي ان شاء الله. هو غادي يشوف معاك هذه الحاله ديالك باذن الله والامور غادي تكون بخير ان شاء الله. هادشي زعما ما يكونش من فقر الدم، اللي كنت حامله كان عندي فقر الدم حاد. فقر الدم حاد، ولكن ما غاديش يعطي هذه المساله انك ما كتحسيش باليد ديالكم ما فيهاش واحد القوه، او ما كتحسيش بهذا اللمس، وخاصه المساله ديال انك كتسخفي وكتعيي. فكما قلت لك انه هو غادي يشوف معك هذه المساله هذه والامور غادي تكون بخير. طيب عندنا السؤال ديال ام مروه، كتقول لك دكتور عماد، راجلي كان فيه بوزلوم وما قدرش يتحرك، قالوا ليه يكويه ومشى وكوى ديك البلاصه، وقال لي بان راني وليت لاباس الحمد لله. وانا قلت له لا ضروري خصك تمشي للطبيب، لان يعني هذيك فاش مشى كوى بحال غير ضربوا الضو لديك البلاصه وتجبدات له العصبه ومشالوا الالام. قال لك دابا مشى عند الطبيب واعطاه شي دواء، وبغيت الراي ديال الدكتور عماد، اعطاه بوماده ماشي دواء للشرب غير للدهن. نعم. بزاف الناس كيعالجوا بالكاين دكتور عماد، كيمشي وكويو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اخر العلاج النار حرمت على 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 المسلمين، يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم ان الكي بالنار نهى عنه، باش ما ندخلوش في مقولات الحديث، ولكن المعنى ديال الحديث ان النار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. حيت بزاف ديال الناس كيهضروا على هذه المساله ديال الكي انه حتى هو داخل في الطب النبوي وداخل في الطب البديل، ولكن هذه المساله هذه الانسان خصو يتجنبها، لان خصنا نعرفوا واحد المساله، هو الكي هذه الطريقه باش كيكون هذا الكي بطرق متعدده جدا، والاخطر هو ملي كيسخنوا بعض كاين بعض الناس شنو كيديروا، كيسخنوا دوك القطبان بحال اللي كنستعملوا حنايا للشوا ديال القطبان، وكيسخنوهم وكيكويو بهم. فانا شفت حالات، علاش دابا كنهضر بهاد الحرقه بحال هكا؟ لانني في الصيدليه شحال من مره جاتني حالات اللي وصلت للدرجه الثالثه، حروقات من الدرجه الثالثه. جاتني حالات الاطفال صغار، وليدات صغار 6 سنين 7 سنين 8 سنين، كتلقى البنيته مسكينه داك الحيمه ديالها باقا هكاك فتيه،
ومحروقة حارقينها في يديها في الظهر في الكرش في معتقد أن هذا الكي هذا كيعالج. أنا بغيت نعرف لكي شنو كيعالج أنك تجي كنحرقوا جلدة شنو هي الفائدة؟ كيش فائدة؟ كيش فائدة؟ لأن هاد السياتيك خصنا نعرفوا في بعض الحالات كيكونوا قلنا الفقرات كيكونوا محركين على بلاصتهم. في بعض الحالات كتكون شي عصبة ملوية. هاد العصبة الملوية خصنا نردوا ليها البال لأن العصبة الملوية كتكون دايرة بحال الرسور. شنو خصها؟ كيخصها تدخل طبي ولا الطبيب كيعطي بعض الأنواع ديال البومادات. شنو هو الدور ديال دوك البومادات؟ كيرخيو كيطلقوا العصبة، ولكن كيكونوا بومادات اللي فيهم مواد كتمشي وكتأثر مباشرة على هذه المنطقة هذه. ولكن العصبة ملوية وكندخل مثلا كنعطيها السخونية، شنو كيوقع؟ كترخى ولكن كتبرى، كتزيد تلوى على الحالة الأولى اللي كانت فيها. راه مع المدة الزوج ديال الأخت ديالنا راه مع المدة غادي يجي واحد الحريق اللي كثر من الحريق الأولاني بثلاثة أربعة ديال المرات. علاش؟ لأن العصبة تلوات. وكاين في المعتقدات كذلك بعض الناس شنو كيديروا؟ كيدلكوها الدليك. فالدليك ممنوع منعا كليا في هذه المشكلة ديال السياتيك، خاصة في الوقت ديال النوبة. والتدليك ديال السياتيك كيديروه ديال كينيزي تيغابوت، ناس مختصين في التدليك اللي كيقراو وكيعرفوا يعني الجسم ديال الانسان وكيعرفوا العروقه وكيعرفوا منين يدوزوا وكيعرفوا العضلات فين كاينين، هما اللي كيديروا هذا التدليك. ولكن جميع الناس اللي كيكونوا مختصين في التدليك يعني اللي كيني كما كنقولوا حنا بالعاميه ديالنا كيعرفوا بان ملي كتكون النوبه او الحريق ديال السياتيك ما كيديروش هاد المساج هذا. علاش؟ لان كتزيد ترفع من المشكل، وكتزيد المشكل الا كان غير شويه بسيط كيولي مشكل حاد ومزمن. فهاد المساله ردوا البال. المساله الثالثه هو في الحريق ديال الظهر، غندخل نكمد عظامي في الحمام. يعني نعطيه السخونيه، وفي بعض الحالات كيمشي بنادم كيدلك عاوتاني. فهنا السخونيه ارتفاع درجة الحرارة غير منصوح به عند الناس اللي كيكون عندهم السياتيك، لأن كما قلنا العصبة اللي كيكون فيها هذا الحريق هذا كيزيد يتطور الحريق وكيولي مضاعف. فهذه المسألة خصنا نردوا ليها البال. من بين أيضا لي زاستوس اللي أنا بغيت نتقاسمها معك وسمعتها دكتور عماد، هو أنه ملي كتشدنا هذا الحريق من جهة ديال السياتيك أننا كنديروا كلاصون، شي حاجة اللي كتكون باردة بزاف، وكنديروها فوطة وكنحطوها في ديك البلاصة اللي فيها الآلام. فهذه مسألة كتسمى هذه كتسمى لا كريوثيرابي. هذه مساله اخرى. هذه البروده هذه اللي كتعالج بحال كتجمدها بحال ماشي مشكل. هذه ما تعطيش خطوره بحال التدليك، حيت الا حطينا غير البروده من الفوق ما غاديش تعطي ديك الحده ديال او ديك الخطوره بحال كما استعملنا شي حاجه اللي غندلكو غنديرو ان مساج. الاخت شيماء غتقاسم معنا واحد الوصفه جربتها دكتور عماد ديال بوز اللوم، وكتقول لك انا كنت كنعاني من بوز اللوم، ولكن الحمد لله بفضل الله وبفضل الدكتور عماد تقريبا تشافيت. مرة كنحس بشوية ديال الألم، وتبعت الوصفة ديال دكتور عماد. هاد الوصفة اللي فيها دكتور عماد زيت الكاليبتوس، زيت الكرافس، الزعتر والكافور بلدي والزيت البلدية. هذه الوصفة ديالك دكتور عماد جربتها وعطتها النتيجة، قالت لك الحمد لله. شكرا. الحمد لله الشيء اللي بغينا وهادشي اللي دائما كنطمحوا ليه. ودائما كنقول أن الوصفات وصفات تخاد بمعد مختصين، والوصفات كذلك تدار بالقيمة اللي كنعطيوها، فإن شاء الله كتعطي نتيجة. والحمد لله نتمنوا لها الشفاء أكثر، ونتمنوا الشفاء الجميع من كيعاني من هذا المشكل واللي كيعاني من شي مرض يا ربي. والأخت شيماء كتسولك أيضا، كتقول لك أنا حاملة وعندي لقاس في المصارن وبغيت شي وصفة من عند دكتور عماد. فأختي شيماء كنقول الله يفكك على خير، وأحسن وصفة للمصارن والجهاز الهضمي بالنسبة للحواميل أزهار البابونج فقط. صافي البابونج، معلقة صغيرة ديال الوريدات ديال البابونج، غتزيدي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتشربيه في الليل دائما حتى يفكك الله على خير، وإن شاء الله الأمور تكون بخير إن شاء الله. هذه الوصفة شنو كترمم البشرة؟ كترمم لأن أي بشرة كتكون متضررة مواد كيميائية، ولا تستعملها بحال هذه المواد اللي كتكون خشينة كنسميوها حنا الأغريسيف، يعني خشينة على البشرة، كتبحال الحمض، الحمض اللي فيه لاسيد سيتريك اللي كيحيد لينا ديك البشرة الواقية. فلما كيتأثر البشرة كنعطيوها زيت اللوز الحلو زائد زيت البابونج، لأن
اللوز الحلو فيه لاميغدالين بابونج فيه الكامازولين، هادو جوج مواد مضاده للحساسيه ومرممه البشره وكترجع لها الحيويه ديالها. ممكن دير اي سيده واخا البشره ديالها عاديه. نعم اكيد اكيد. والاخت ديالنا سولات على الوصفه ديال خرقوم. ديال الخرقوم بلدي. الوصفه هي معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. غتخلطيهم، غديريهم كماسك على البشره ديالك والرقبه ديالك، تخليهم مده ديال نصف ساعه يعني نص ساعه، وتغسليه. العمليه غديريها جوج المرات في الاسبوع وتداومي عليها مده ديال ثلاثه اشهر. دكتور عماد، اسمنا عسل النوع ديالو؟ العسل شوفي غير يكون حر، واخا يكون ديال الليمون ما كاينش مشكل. العسل اللي كان عندك حر وثمنه مناسب استعمليه اختي الوصفه، غير ما تستعمليش العسل ديال السكر. لا صافي ماشي مشكل. وهذيك هذيك المرات في السيمانه هذاك أيه. الخليط واش نستعملوا؟ سؤال مهم. الخليط فيه غير، شوف الخليط فيه العسل وفيه الخرقوم بلدي وفيه زيت اللوز الحلو، يعني هذا الخليط ما فيه لا ماء لا شي حاجه كتخمر، فهذاك الخليط يبقى لك حتى الشهر ماشي مشكل. الله يحفظك. شكرا. مرحبا بك لالا. ام ساره كتقول لك عندي خمول ديال الغده الدرقيه، واش ممنوع عليا اتاي حيت كنشربوا في الصباح وعشيه، بغيت نعرف شنو هي الاطعمه المناسبه. واخا بالنسبه للاتاي ماشي مشكل، خذي اتاي اختي، غير هو خذي غير اتاي بوحدو، يعني اتاي طبخيه مزيان وشربيه بلا نعناع بلا حتى شي حاجه. بحال دابا عزيز عليك اتاي، دير معك واحد القضيه زوينه. الصباح خذي اتاي الشاي الاخضر، وفي الليل باش تحيدي ديك النكهه تبقى عندك ديك لاتاي وفي الليل اللي هي الماده اللي عندنا في اتاي، ديري واحد الكيس ديال الشاي الاسود فيه، يعني راه هو معروف كاين بزاف الانواع ديال الاكياس ديال الشاي الاسود، واحد الكيس ديال الشاي الاسود وشربيه، فهكا غادي تكوني كتاخذي اتاي وكتاخذي جوج ديال الانواع مختلفه، فهنا ما غاديش يضرك ان شاء الله. ام ادم كتقول لك السلام عليكم دكتور عماد واختي لمياء، عافاك انا حامله بشهرين ودرت التحاليل لقيت عندي نقص بزاف في الغده الدرقيه، والجينيكو قالت لي خاصني نمشي عند اختصاصي في الغدد، بغيت نسول دكتور عماد واش هذا المشكل غيأثر على الجنين؟ ما غاديش يأثر اختي، وغتمشي عند الطبيب ديالك ان شاء الله وغيشوف معاك ويعطيك الادويه اللي غادي يخص ان شاء الله، والله يكمل كل شيء بخير والله يفكك على خير. امين يا رب. حياه السلام دكتور، واش زيت الزيتون صحيه لترطيب الوجه بالليل بالنسبه للبشره الجافه؟ فزيت الزيتون الا دهنوها وبالليل، حيت هذه كنشكر على هذه الوصفه هذه الاخت ديالنا، حيت هذه الوصفه بغيت نقول ان هذه الوصفه متداوله بزاف مواقع التواصل الاجتماعي ديال دهن زيت الزيتون الوجه ديالك وبات بها حتى الصباح. فاستعرف بان زيت الزيتون كاين بزاف ديال الانواع ديال زيت الزيتون، فكاين اللي فيها الحموضه طالعه، كاين اللي ناقصه، كاين اللي فيها الملوحه ديال 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 ديالها يعني الملحه طالعه ولا ناقصه. وخصكم تعرفوا بان الاخوات تقريبا 60% ديال الاخوات هنا في بلادنا كتكون عندهم مشكل ديال البشره الحساسه. اذا الا مشينا تدرنا زيت الزيتون هكا وبتنا بها في الليل، فالبشره كتقشر وكيولي فيها اعراض جانبيه اللي كيمكن تاثر عليها وتعطيها واحد، ما كتبقاش عندها ديك الحيويه وديك النضاره ديالها. عندنا سؤال ديال فاطمة الزهرة كتقول لك دكتور عماد عندي بنتي في عمرها 4 سنوات ما كتبغيش تفطر ليا حيت كنديها للروض، وما كتاكلش ليا لا دجاج لا لحم لا حوت، ما كلتها قليله، وبغيت لها شي وصفه لفقر الدم ولتقويه الذاكره والتركيز. طيب اذا سمحتي لي دكتور عماد بغيت غير نتكلم مع الاخت فاطمة الزهرة. بغيت نقول لها واش هي دارت التحليله باش تاكد انه البنت عندها فقر الدم، وبغيت نتخاص معها واحد التجربه في الصراحه اللي هي تجربه خاصه ديالي، ولانني كنعيشها مع ولدي بشكل يومي اللي تا هو في العمر ديالو 4 سنوات وما كياكل لا دجاج لا لحم لا حوت، وهادشي اللي دخل لي قلق لمده طويله. كل مره كتجيني الفرصه كنمشي نعاودوا التحاليل ديال فقر الدم كنلقى التحاليل مزيانه، ولكن كيعوض التغذيه ديالو باشياء اخرى اللي هي مهمه، الفواكه على الخصوص الفواكه الجافه، وما تاكلش اللحم واللحوم كامله، كنحاول نعوضها ليه بالبيض البيض البلدي وبعض الانواع ديال القطاني. والطبيب شنو قال لي؟ اعطي لولدك اتساع، ملي كنقلبوا الفيتامينات وكنقلبوا يعني التحاليل كل شيء تيخرج مزيان، تيقول لي اعطي لولدك اتساع وما تبزيش عليه، هذا هو الاهم. فانا هذه النصيحه اللي بغيت نعطيها لفاطمه الزهراء اللي سمعتي الدكتور عماد ما عرفتش واش متفق معايا ولا لا، ما نبزوش على وليداتنا، نعطيهم تغذيه صحيه. غير الا دخلنا في ديك لا وخصك تاكلوا بزز راه كنولي عايشين غير في الحرب، هو ما تياكلش وانت غتعصبي وغنخرجوا حتى تمشي النتيجه في الاخير. دكتور عماد فهذه اذا كان شعاري دائما ان الانسان خصو، كنقولها دائما ان الوليدات الصغار نعطيهم التيسان نخليهم يرتاحوا نخليهم يعيشوا طبيعتهم.
شنو كنقول؟ ماشي الوليد ما كياكلش صافي، خصني ندير واحد الله يسمح لنا من الوالدين، كنخافوا غير شوف انا فين كنولي كنهضر على خصو ياكل. منين هذا الوليد هذا ولا هذه البنيته ما كتبقاش عندها الحركيه الطبيعيه، كيتحركش، كيولي عنده الخمول، الولد ما كيبقاش يركز، نفس الكلام قالوا لي الطبيب. نعم، كيولي سخفان، كيولي فيه ما الدري ما كيتجاوبش، او البنيته غير تبارك الله. ما تبارك الله كتلقاه فايق ولا فايقه، كتلقاه كيقرا، كتلقاه كينعس مزيان، كيفيق مزيان، كيتحرك مزيان، فهنا نخليهم لانه كيعرف القياس ديال الماكله اللي خاصه. راه كائن اللي خلقه الله عنده كل شيء اوتوماتيك، فهمتي؟ كيعرف داك الشيء من عند الله شنو خاصو شنو ما خاصوش. وما نبقاوش نقولوا وليداتنا عندهم فقر الدم وحنا ما درناش لهم التحليله. نعم، هذه نعم. مساله طيب يعني واضحه. البنيته ما كتاكلش لك في الدار، كاكل امهات كنصيفطوا معاهم الفطور ليكول، راه كيكون عندهم يعني الاوقات ديال الاستراحه ديالهم تيفطروا فيهم. باش نختموا دكتور عماد، وصفه لجوج الوصفات اللي غادي تقدم لنا لمساعده على تخفيف الم بوز اللوم. نعم، فالوصفه الاولى غادي ناخذوا فيها وصفة المساعدة في تقوية الفيتامين دي، وكذلك الاستفادة من الكالسيوم. فغادي ناخذ معلقة صغيرة ديال الزرعة ديال الحريكة الحرشة لوختي، كنديروها في زلافة متوسطة ديال الحسوة ديال الشعير اللي بالحليب اللي كتصايب في الصباح، راه معروفة والأخوات كلهم كيعرفوا كيفاش يستعملوها. كنخلطوا معاهم هذه المعلقة الصغيرة ديال زرعة الحريكة الحرشة، كناخذوها كل صباح في الفطور وكنداوموا عليها، فهي مهمة جدا. للدهن كافورة بلدية، معلقة صغيرة ديال الزعتر، ومعلقة صغيرة ديال الباديان مطحون، كنديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوه فوق فوق العافية حتى كطلع الغلية الأولى، كنخليهم ليلة، كنصفيهم، كنوليو كندهنوا بهم الأماكن اللي كنحسوا بهم في الحراك. شكرا لك دكتور عماد ميزاب، تحية لك كبيرة. اللي بغاو يتواصلوا معك بسرعة الصفحة ديال دكتور عماد، الصفحة على الفيسبوك جرين فار، أو الهاتف ديالي 0661 28 99 78.